من بغداد وعلى الهواء مباشرة أحييكم مشاهدي التغيير، وأنا ألتقيكم مجدداً قضية وحوار عراقي في أهم القضايا. مشاهدي الكرام، من سنوات طويلة أنا كنت من الذين يدعون دائماً أن يكون للشعب العراقي صوتاً واضحاً، وكنا ننتقد وبصوت عالي صمت هذا الشعب وسكونه وسكوته في مرحلة من المراحل، حتى أن البعض توهم أنها الأمور قد أصبحت كلها بيده وأن الشعب قد استكان وقبل بما يجري، وأن صمت الشعب يجعل الشواهين تتوهم أنها أصبحت صقورا. ولكن عاد الشعب العراقي من جديد ليكون صوته من أعلى الأصوات وليعبر بشكل جعل العالم كله يهتم بمطالبه الحقيقية والتي تعمدت السلطات على مر حكومات متعاقبة أن تخذل هذا الشعب وأن تجعل من أمواله هبات هنا وهناك ينعمون بها. الأمر الذي دفع هؤلاء الشباب أن يطالبوا بحقوقهم في تظاهرات شهدناها جميعا، وتحولت قضية الحقوق إلى انتفاضة حقيقية أربكت الحكام وجعلتهم في مأزق. ولذلك الكل الآن يتبارى ويركض ويلهث على أن يقدم شيئا إلى العراقيين حتى يقبلوا، ولكن تبقى هنالك قضية في غاية الأهمية، أن نفرز الخنادق بدقة وبرؤية، لأننا لا نريد لهذه التظاهرات ولهذه الاحتجاجات وللجياع من شبابنا العاطل عن العمل ومن حملة الشهادات أن يسلب حقهم بطريقة أو بأخرى من قبل جهات تريد أن تركب الموجة، وركوب الموجات قد تعودنا عليه. الأمر ليس سهلا، ولكن على المختصين وأصحاب الرأي والأحرار أن يدعموا هذه التظاهرات، ولكن بالمقابل أن لا يجعلوا هذا الجهد الخير يذهب سدى وبالتالي يستثمر على خلاف حقيقته. على هذا الموضوع يرافقني ضيفا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق سيد حاكم الزاملي. أهلا وسهلا سيدنا. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ نجم. أنت تسمع أنه يوم 25/10 أنه بعد باكر أكو تظاهرات، أنتم يعني سائرون التيار الصدري، شنو وضعكم بهذه التظاهرات تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الأعزاء. بالتأكيد التيار الصدري سماحة السيد الصدر داعم للتظاهر ومؤيد للتظاهر، ودائما يعني يطالب بحقوق الناس، والتيار الصدري هو ابن هذا الواقع الفقير، يعني ابن هاي المناطق الفقيرة المحرومة المعدومة، ونحن يعني باستمرار دائما قريبين من الشارع العراقي. وتلاحظ هي يعني مو قضية احنا اليوم جديدة على التظاهر، وانما احنا تظاهرنا واحتصمنا وقدمنا شهداء وقدمنا تضحيات، ولذلك بالتأكيد التيار الصدري يعني داعم ومؤيد للتظاهر، لأن أكو هناك حرمان، أكو هناك حقوق مسلوبة، هناك بطالة واضحة في البلد، هناك إجراءات حكومية سابقة متراكمة كلها أخطاء واضحة. أنت تجي إحنا إذا تتذكر سعد نجم في الدورة السابقة عندما كنت أنا رئيس لجنة الأمن والدفاع لعامين بموازنتين بال2017 وال2018 صوتنا في مجلس النواب على إعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم، صوتنا وصدرنا قرار ووضعنا فقرة في الموازنة في موازنة 2018 و2017 فقرة درجة وتخصيص بإعادة المفصولين. طيب. وصوت البرلمان وراحت للحكومة، الحكومة ما نفذت. إذن أكو قرارات تصدر من البرلمان الحكومة ما تنفذها، مع أنه اليوم تفاجأنا يعاد المفسوخة عقودهم فوراً. ليش فورا؟ ليش سابقا ما رجعتهم؟ تصرف أموال منحة للعاطلين عن العمل 175,000 دينار وأعدادهم كبيرة، ليش ما انصرفت قبل؟ تصرف منحة للطلبة، وإحنا في 2012 و2013 صوتنا على قرار وقانون في
مجلس النواب بمنح منحة مالية للطلبة والتلاميذ تتجاوز ال 30 كلها تذكرها. هاي تذكرها تمام. قوانين مقررة في مجلس النواب 2013 و2017 و2018 زين قريناها وصوتنا عليها، ليش ما نفذتها الحكومه؟ شو تقول ليش؟ الحجه يقول ما عندنا فلوس، وكانت اكو عرقله وتكلمنا عنها الحجه الحكوميه، وتكلمنا انا قبلها قلنا اكو في وزاره الماليه اكو من يعرقل، ما نريد نتكلم بالاسماء، اكو من يعرقل عمليه التخصيص المالي، عمليه الدرجات الوظيفيه، عمليه صرف الاموال، هذا واضح وتكلمنا قبل البرنامج وانت كل زين هذا. انا اقول لك يعني انت تصدر قانون في مجلس النواب وقرار وتصوت عليه ويروح للحكومة وتنفذ، إذا أكو خلل في الأداء الحكومي، خلل متراكم ومن حكومات سابقة، تيجي أنت الحكومة تيجي تزيل الأكشاك وتزيل البسطيات. أنا من كنت رئيس لجنة أمن الدفاع وكنت رئيس لجنة أمن الدفاع، عضو لجنة أمن الدفاع سابقا، أكثر من مرة أروح لهاي المناطق، وأنت يمكن بكتها البغدادية وقبلها برامج ويمكن طلعوها، نروح ونتكلم ويا أمين بغداد أو أمين العاصمة أو المحافظ أو الأجهزة الأمنية ونبقيهم ونتوسل حتى نبقيهم. إجت الحكومة باللحظة ببساطة في بغداد والمحافظات إزالت أصحاب البسطيات والأكشاك والمناطق العشوائية. زين وجدت لهم بديل، هو عايش على يعني يجيب قوت يومي حصل 5000 10000 باليوم واكثر شيء والله 5000 5000 دينار من هذه البسطيه من هذا التشمبر. زين انت شلت التشمبر والبسطيه وما وجدت العمل، لا عينته ولا شو اسمه. اذا اكو اشياء اذا تسمح لي استاذ نجم، انت اكو اجراءات حكوميه خاطئه. زين انا استغرب هسه اليوم وزارات التعليم العالي عندها 4000 درجه وظيفيه، العمل والشؤون الاجتماعية عندها كذا درجة وظيفية، التجارة عندها كذا درجة وظيفية، فلان وين شلتوا؟ التربية طلعت 7000 درجة وظيفية أو 9 للموصل، وين كانت هاي الدرجات الوظيفية؟ ليش أنتم من جيتوا الوزارة صار لكم سنة، ليش ما طلعت الدرجات الوظيفية؟ الظاهرة ودماء وشهداء وتضحيات، ولما وصلت التظاهرات إلى بيوتهم، إلى وزاراتهم، يلا طلعت الدرجات الوظيفية، ليش ضاميها؟ إذا أكو خلل في الأداء الحكومي، أكو قضية ساد نجيم، أنا من خلالك. اليوم انت من تصير رئيس وزراء او تصير وزير، اذا حش السامع واحد يكون مو قدها وما يقدر ينفذ ما حد يحترمك. انت تعال يا وزير، انت اطي يا اخي كل العالم تقول، وحتى المرجعيه ذكرت في احد الخطب انت من تصير وزير يا نجم الربيعي، هاي انا مطلوب منك مده شهر شهرين ثلاثة اشهر ستة اشهر، برنامج الوزاره خطه الوزاره يجب ان ينفذ، ما تنفذ تجي يمي اقول يا انا يا عادل عبد المهدي اجيب الوزير الفلاني اللي طلع حسه درجات وظيفيه واللي عين واللي ما ينفذ، اطلع قدام الدنيا كلها وقدام البرلمان اقول هذا مقصر، واذا كتلت الدعمه هاي الكتله مفسده، اكو واحد يوقف بوجهك؟ هو اكو تقصير بالوزارات، هو اكو تقصير بالهيئات المستقله، هو اكو تاثير يعني قصور بالوكالات والمدراء طيب العامة، طيب ماكو محاسبة. بالتشخيص اللي أنت كنت تتحدث عنه وأنت كنت تعني أنه كل هذا كان في حكومة السيد العبادي، وأنت كأنه مو شرط، لا أنا ما قلت لك العبادي بس العبادي حتى لا نحمل في العبادي في حكومة أنا في حكومات السابقة. هسه أنتوا هذا القرارات 2013 كانت حكومة العبادي، لا أنا أتحدث عن القرارات ايه؟ اللي أنتوا اتخذتوها كبرلمان هاي تمت في حكومة، لا قلت لك 13 و17 المفسوخة في عقودي هاي في حكومة العبادي، والطلبة في حكومة العبادي، لا الطلبة مو حكومة، والحكومات السابقة نعم. واليوم يتكرر نفس المشهد، إلى أن انفجرت الأمور نعم. بمعنى هذا يؤشر أما القوى السياسية في حالة استرخاء، أما أن القوى السياسية مسيطر عليها بالتمام إلى الحد الذي لا تستطيع أن تحقق لشعبها مطالبه. زين ليش نقول القوى السياسية؟ أنا من أجيب القوى السياسية اختارت رئيس وزراء، ورئيس الوزراء اختار وزراء، الوزراء ذولا تابعين الأحزاب. أنت من قبلت رئيس وزراء وقبلت رئيس حكومة وجبت وزراء، هذولا الوزراء تديرهم إدارة صحيحة وسليمة وتحاسبهم وتراقبهم. اليوم إحنا هسه في وزارات طلعت درجات وظيفة، فأنا أقول لك من هسه بس تنتهي التظاهرات أو تخف التظاهرات وما يشعرون خطر، كل الدرجات الوظيفية راح تروح للأحزاب، لأن الدرجات الوظيفية ساد نجم معناه قاعدة انتخابية في المستقبل. اللي يعين اليوم 1000 و2000 و3000 معناه كسب 3000 عائلة، و3000 عائلة وراها يعني قد تجيب لك مثلا 9000 إلى 10000 ناخب،
هذا هو يفكر بالقضية، قضية إدارة الوزارة استثمار مادي استثمار انتخابي. شفنا هواي وزراء بعد أن خرج من الوزارة رشح للبرلمان كان في هاي الكتلة وصار بهاي الكتلة، وراها عدة طموح أكثر يصير رئيس وزراء. هواي من الوزراء اللي إذا يعني إذا أنت تبشر إنه هذه الحالة إذا وقفت التظاهرات ستعود الأحزاب مرة أخرى، إذا نحن لا خيار أمامنا إلا أن تبقى التظاهرات حتى يتم تحقيق كامل مطالب الناس. نعم التظاهرات مهمة، الضغط على الحكومة مهمة، لكن أنا ما أحول التظاهرات وأجي مندسين ومنحرفين ووكالات استخبارية وبالنتيجة أحرق بلدي. تظاهرة أضغط على الحكومة وأحتصن وأقعد بباب الحكومة إلى أن تطبق كل القرارات اللي حكوها بالبرلمان. أنا ما يصير بالبرلمان أطلق حزم من الإصلاحات والتعيينات والإعادة فورا. إحنا تكلمنا يعني بعض القرارات يعادل مفصولة المفصولين فورا، مفسوخة عقودهم، المفسوخة عقودهم فورا. الحد اليوم أنا قبل لا أجيك بالبرنامج أخابر على كم شخص أعرفهم وهم هم قسم اتصلوا بي، لأن كل شوية اتصلوا بي، أنا كنت رئيس لجنة ومتابع لقضية المفسوخة عقودهم. الحد الآن ولا واحد منهم داوم، ما داوموا. أنت كان من الأخ رئيس الوزراء، هذه القرارات لازم تتابع مكتبه ادارته الوزارات الاخرى ويحاسب. تعال يا وزير الداخليه، تعال يا وزير الدفاع، ذول لحد الان ما داوموا. ليش ما داوموا اخي؟ ليش؟ اذا اكو تسويف، اكو ناس ما تريد تنفذ القرارات. مو بس اكو تسويف، انا اقول اذا تسمح لي استاذ نجم، انت عيدهم خلي داومون، اللي عنده بيانات كان يكون هذا ارهابي بياناته غلط لا تشد له راتب، قول يا ترى بياناتك غلط، بس انت المفروض الدعوه مباشره يروح يداومون بوحداتهم. مو التعيينات، الوزارات اطلقت تعيينات كان العمل والشؤون الاجتماعيه وفلان وفلان، وين التعيينات؟ وين العينه؟ بس حكي. وين القطع الاراضي اللي تكلمتوا عليها؟ باشروا بيها وطلعوا بالتلفزيون قول يابا احنا هاي الاراضي وزعناها مثلا لعوائل الشهداء، هاي الاراضي وزعناها للفقراء اللي ما عندهم رواتب، للعاطلين عن العمل، وتعال عندك اراضي واسعه صحراء حول بغداد والمحافظات، صحراء واسعه كلها مناطق هذه، واخدمها، قدم لهم مجاري وماي وكهرباء وهذه. ليش انت هاي وحده اذا تسمح لي ومن خلالك واحنا الوقت ضيق امام الحكومه، انا كون يسمعون كلامنا انه تعال عندك عشوائيات هواي، وش قد ملايين القطع وملايين الناس اللي قعدوا بالعشوائيات. هسه شنو المشكله اذا يطلع قرار من الحكومه فوري تمليك جميع العشوائيات، ومن يتم ازاله هذه المنطقة اللي مثلا هاي النهروان عندك فارغ بيها مجمع. لا مثلا تريد تزيل عشوائية او منطقة تأثر او ناس قاعدين بمنطقة غير ملائمة او تأثر على وزارة او تأثر على عمل معين او مشروع معين، جيب لهم ارض وارض مخدومة وينتقلون. احنا شنو الحد الان؟ حتى عبد الكريم من استشهد الحد الان اهلنا، تدري احنا من كنا صغار نباوع يقول عبد الكريم بالقمر. شنو عبد الكريم؟ محبه الناس لعبد الكريم لان وزع لهم اراضي في مدينه الصدر في حين الثوره، وزع لهم اراضي والناس سيد حبت عبد الكريم. اذا اسوي لكم هاي وحسن هاي الحسن يعني الان انا ابقى احتفظ بسؤالي بعد قائم لان انت ما جاوبتني عليه، لكن انت كنت رئيس لجنه الامن والدفاع، هي مو المشكله انه انت تقرر، لكن ما هي الاليات بعد التقرير؟ يعني انت الان المفسوخه عقودهم مش قد تقريبا بالآن بوقتها كان بالمئتين وثمانين ألف، يعني 280,000. أنت اليوم لما تجي على آمر لواء تودي له 1000 جندي، زين هذا 1000 جندي مو يروح يداوم، هذا يريد هدوم، هذا يريد بسطال، هذا يريد بيرية، هذا يريد قوة، هذا يريد قدر، هذا يريد خيمة، زين ذولا أنت حاسب حسابهم هذا الحكي. وبعدين راح السجله دخل اجراس الشهر قلت له ما اجر راتب، يابا يداوم بالبنطلون الكوباي ماكو بدله، تطيه بدله ماكو قميص، تطيه قميص ماكو بيريه. الى الان ما تشكلت لجان بحيث انه انت تقتنع انه اكو سيستم الان دا يعمل، اكو سيستم دا يعمل. وديت لك انت الفرقه 2000، زين هذا مين يسلحهم؟ عندك سلاح؟ هذا الحكي عندك تجهيزات؟ هذا الحكي مو بالعراق استاذ، هذا بالصومال ممكن، هذا بافغانستان ممكن ينطبق، مو على العراق بلد كله خيرات نفط فوسفات مي زراعه. انت تحكي لي على ما يجب ان يكون، احنا لا احنا ما على ما هو كان، بس قل لي احنا ما عندنا. ليش انت هسه اطلقت عده حزم من الاصلاحات وطلعت عندنا فلوس قيامه الله؟ وين كانت هاي الفلوس يعني؟ الولد حاط ايديهم عليها. بس جاوبني، ما عندنا هاي الفلوس؟ زين مو توزعت قبل اراضي كلها وهميه؟ زين هاي ليش توزعت قبل؟ مو كانك هيثم الجمهوري قال عباره خطيره،
اللي انت تحكي عنهم، قال المفسوخة عقودهم لقينا فلوسهم مرصودة بالمالية ما مصروفة. اي وهذا هذا الطرف اللي انت تحكي عنه ما اجت حكومة ما اجت وزارة ما اشتكت عليه. اعرف كله تعرف، احنا ما نريد نقول نشاهر ونحكي ببعض الاشخاص. اخي انت فلوس موجودة، انت تدري قضية الفساد ومحاربة الفساد، ما نحكي على هذه، فلوسنا منهوبة عند جهات الدولة ببساطة. انا احكي لك فتشي بسيط، بوقت صدام، نعلت الله على صدام حتى لا هذه، بوقته ومن قتله حسين كامل اجت الحرس الخاص والمدري شنو ودوا زمره قالوا شيلوا الزباله والانقاض لينفلشوا بيته، فثلاثه بالحرس الخاص اجوا شالوا هاي الانقاض، لقوا صندوق مال خشب بمليون دولار، ذولا راسا اخذوا الفلوس تقاسموه بيناتهم ما حد يعرف بهم، بس ذولا ثلاثه، واحد سايق شفال هسه يسمعوني يجوز بعضهم، وواحد ابو شو اسمه السيارة اللوري، شالوها تقاسموا كل واحد 330 ألف دولار، وبوقتها 330 ألف دولار تعادل ملايين الدولارات. ذولا ما راحوا واخذوا الفلوس فصرفوه، يعني بنوا صار عندهم أموال. اللقفوا بعدين عرفت من ذولا إنه واحد منهم اللقف، شلون حسوا بي شلون لقفت الحكومة وانسجن، ما يحجون فلوس بيناتهم بس ثلاثة والله يدري. هذا شافوا بذخ مو طبيعي، بدأ يصرف، اشترى سيارة اشترى بيت قام يصرف، اجا وقال تعال هذا الحين لك هذا راقبته اكو دوله اكو حكومه اكو اجهزه استخباريه اكو امن راقبوه، قال تعال منين، قال والله لقيت هاي الفلوس، ليش ما انسجن باعتبار هي يسموها لقطه هاي مو بايق مو سارق، لقوها انسجن تقريبا 3 سنوات، جابوهم كلهم جابوا الفلوس رجعوا على خزينه الدوله. انت تدري عندنا مدراء وعندنا وكلاء الان الثراء اللي عليهم واضح بشكل طبيعي، اجيب لك واحد ما اقول لك اسمه، بوزارة النفط مدير عام راتبه، أنا سألت قلت لهم ايش قد راتب المدير العام اليوم، سألت والله قالوا يعني ما يتجاوز 3 ملايين 4 ملايين، عائلته بلندن، أرقى سيارة أرقى فلل أرقى فلل. أكل فلل بلندن ويعرفوه بوزارة النفط، فد واحد ملتحي ومحابسة وشوف الصلي وراه والله، وأنا رحت فد يوم مدينة الصدر هو واحد لابس لعمامة شيخ يفترون يوزعون على عوائل الفقراء وعلى عوائل الشهداء دعم للعوائل الشهداء. أبوع منين هاي الفلوس؟ من هذا المدير العام، عائلته بلندن، بوزارة النفط، عائلته بلندن، راتبة 3 ملايين إلى 4 ملايين، التكت مال يعني بصور ما كفني تذكرة، تذكرة مال طار. زين وين الدولة؟ وين الوزير؟ ما بس سأل أنا، أنا بس أسألك بس جاوب خلنا أكمل فكرتي. ايه؟ ما سأل قال هذا منين لك أنت معيش عائلتك بلندن؟ قائد عمليات تجيبه من مصر وإمكانية وتسوي قائد عمليات وعائلته بمصر وقائد ما أدري شنو عائلته بالأردن، مسألة أنت شلون تعين؟ بس أنت ما وين متجني سيدنا؟ اسمعني لا لا أنت تجنى على الحكومة، والله ما أعطيك دليل، والله ما جنى والله أنت كتب أعطيك دليل، كلها كتب كتب رسمية، لا لا أعطيك دليل. ايه؟ يعني أنت من قارنة بأيام النظام السابق قالوا له هذا منين لك، هسا تعرف أنت يصير شنو من واحد ما عنده يسألوه باستهزاء أنت ليش ضار هيك؟ هذا الحاج ليش اقول لك متل ليش ضاليج تعال شوف تعال فوت تعال الشريف هم الشريف ما يخلوه، تعرف ليش؟ لانه صارت عندهم حساسيه من الشرف. استاذ نجم انا اريد اقول لك شغله ومن خلالها اريد انقلها للحكومه اذا تتعب، انه يا اخوان تابعوا يا وكاله استخباريه يا اجهزه امنيه يا متابعه يا وزراء يا رئيس وزراء تابع مبين انت عندك، انا اليوم مسؤول عن دائره لازم اعرف دائرتي، لازم اتابع اداهم، لازم اتابع انت العسكر هذا وزير دفاع انت وزير داخليه انتوا هم حتى هم ذول يراد لهم متابعه حتى الوزراء. زين انت من تشوف قائد عمليات او قائد فرقه وعده ثراء مو طبيعي وعائلته خارج العراق، شوف لك انت مدير عام وزاره النفط وقاعد بلندن، وشوف انت بالتجاره وقاعد بغير مكان وامكانيه هائله، ليش ما تحاسب؟ ليش ما تراقب؟ ليش تخلي الامور لما اليوم صارت؟ ليش خليت ولدنا ينباعون للسفارات؟ هو هذا جوعهم، ليش خليتوهم؟ والله سره، والله احكي لك لازمين حتى يشتغلون ضد بلدهم سره، وانتم تدرون الحكومه كلكم تدرون، وراح يجي يوم سيد حاكم اخليه يحكيها تدرون بيهم لانه قتلهم الجوع واستغلتهم السفارات وصارت اكو مواقع قذره. احسنت. مو؟ ما نريد نحكي ليش ليش ليش؟ لا الخريج اشتغل، لا الفلوس استفادينا منها، لا بلد تالي متالي، ولدنا وبناتنا العاطلين يلزمون سره على السفارات سيد حاكم؟ كلنا نعرف، انا ليش؟ ما اقدر احكي كل الحكي، اكو اشياء لازم يعني احنا لازم نضغط على الدوله
والأجهزة الأمنية نتابع. هو هذا اللي أقول، أنتوا حتى الأجهزة الأمنية لا تقول لي مندسين، أنا ما لي علاقة مندسين، لا تقول لي مندسين بالتظاهرة، لا تقول لي ناس ذولا مخربين، لا تقول لي قناصين. أنت واجبك يا أبو الأمن الوطني، وأنت واجبك يا أبو المخابرات، وأنت واجبك يا أبو الاستخبارات، ذولا الأجهزة الأمنية وينك؟ وكيل الداخلية، وكيل ما أدري شنو، استخبارات، شنو شغلكم؟ أنت تطلع مندسين. إحنا بلد كل العالم أنظارهم على العراق، بلد صراع إيراني، صراع أمريكي، صراع سعودي، تركي، كل الأطماع هنا. أنت من تقول لي مندس بالتظاهرة، أنت لازم تكتشف من المندس وأي جهة وراء المندس، ومنين جاي يأخذ فلوس وجاي يسوي وليش قتل. هذه واجب، لأن أنت إسرائيل تشتغل ضدك، أمريكا تشتغل ضدك، فلان دولة من دول الجوار تشتغل ضدك. خلينا أسألك بهاي الطريقة، حتى مرات نضع النقاط على الحروف. أنتوا ليش لما صار الخوف يعدل الشوف وصارت الحديدة حارة كنتوا تسولفون على مندسين وعلى جواسيس لدى السفارات ومواقع؟ ليش أنت من اكتشفتها من زمان ليش ما انفتحت على هاي المواقع وجبت ذولا وأنت تتحمل أخطائهم بالخطأ؟ ليش ما دخلت معهم بحوار؟ ليش ما أصلحت الأمور؟ ليش ما سألته؟ أنت ليش دائما مقوارك بيدك وتفتر على الناس؟ تعتقد أنت قوي؟ مو ذولا جزء من إسقاطاتك المدمرة؟ ليش من صارت التظاهرات الآن بدأ يعلن؟ هو خمسة يديرون من الإمارات، أنا جيت لكل التفاصيل، ستة من الأردن، جاتة شنة تعمى هسه فتحت؟ هي هاي المشكلة. هسه أنا ما أرد أحكي بهذا الموضوع لأنه هذه قضايا أمنية، لكن خلي إحنا نوصل رسالة، نحن نعرف لكن لسنا مع الذهاب إلى الفوضى. أرجع إلى سؤالي، شنو دوركم بالمظاهرات المقبلة؟ يعني لحد الآن إحنا تدري يعني عندنا مرجعية يعني سياسية إدارية دينية، وبالتأكيد سمحت السيد الصدر دائما مع المواطن العراقي، وانت تعرف سعد نجم، وقدمنا بيّنت انه نحن داعمين، والحد الآن لم يصدر شيء بشكل صريح وواضح حول التظاهر او عدم التظاهر. أطى الحرية، انا لاحظت السيد الصدر انطى الحرية للتظاهر وأيد التظاهر ودعم التظاهر. وخلنا نعطيك بعد أشياء، أنا زرت أغلب مجالس العزاء في مدينة الصدر باعتبار أغلب الشهداء هم من مدينة الصدر. كل 57 60 شهيد، أكثر من 60 شهيد في مدينة الصدر. واعتذر عن العوائل اللي ما زرتها لأن ما قدرت أزور الكل، لأن أعداد كبيرة والوقت طبعا فاتحة هي يومين بالمدينة، فما قدرت أزور الكل. زرت هذه طبعا اغلبهم بالمناسبه هم من ابناء مدينه الصدر وصدريين الانتماء صراحه، خلينا نقول. ولذلك والسيد الصدر ما كان منطي يعني تبليغ او للتظاهر، صح ولا لا؟ بس الناس طلعت، هو ما تمنع انت الناس ما تطلع، ما نمنعهم. ولذلك طلعوا متظاهرين، بس قلت لك اغلبهم الجرحى والشهداء هم من ابناء مدينه الصدر وصدريين الانتماء. لذلك انا اقول من حق التيار الصدري او ابناء التيار الصدري، يعني تقول حتى اللحظه لم توجد تعليمات واضحه، لكن يعني الذي ترشح حتى اللحظه انه سرايا السلام ستقوم بالحمايه او تؤدي واجب امني، شنو صحتها؟ لا لا، السيد الصدر او وزير السيد الصدر وصالح محمد العراقي بين ان يجب على الجميع التهيؤ، اولا الاخوه في سرايا السلام وكذلك المكتب الخاص والاداريين والهيئة السياسية وسائرون والقواعد الشعبية، أن تكون على هبة الاستعداد والتهيئ، لأن يوم 25 هناك شعور أن تكون هناك خطورة سواء على المتظاهرين أو على الدولة أو على المواطنين. أنا أقصد ليس الحكومة، حتى الدولة أكو فرق بين الحكومة، معنى السيد الصدر لا يحمي الحكومة، مو هو جاي، بعضهم يتصور أنه السيد الصدر سيحمي الحكومة من السقوط أو يحمي الحكومة من الانهيار. السيد الصدر لا يحمي حكومات، يدعم الحكومة عندما تكون الحكومة منتجة. زين، هذا الشهادة راح يولي، إذا تسمح لي. نعم، يدعم حكومة إذا كانت حكومة منتجة، إذا حكومة تنتج وتخدم شعبها بالتأكيد السيد الصدر داعم لهذه الحكومة، لكن عندما تكون الحكومة غير منتجة بالتأكيد لا تدعم. لكن يدعم الشعب، يدعم الدولة، ويحرص على ممتلكات الناس، ممتلكات الدولة العراقية وحياة المتظاهرين. هو أكو اليوم إيش قد سقطوا شهداء بالمتظاهرين؟ نعم، أكثر من 149 شهيد، أكثر من 6000 جريح. تظاهراتنا طينا شهداء إحنا بال 2017 2016، طينا ويا الأمريكان طينا شهداء بالتظاهرات أيام من سدوا جريدة الحوزة، وأنت تتابع كنت طينا شهداء. إحنا
اعطينا شهداء عدد كبير من الشهداء. مال حوزه مو تالي من المفاوض انت بعد تعرف تذكرها واعطينا شهداء لو ما اعطينا من اول من الظاهر وانت بكلمتك اليوم لا تركبون الموجه وتحكي هاي لا تركبون الموجه خليها هاي الموجه هاي لا هسه راح اجي لك على لا تركبون الموجه لكن انتم الان في حاله استعداد في حاله استفار على مصطلحات العسكر انذار جيم ستكونون مع من؟ احنا مع الشعب ما يحتاج لها يعني سين جيم زين احنا مع الشعب مع المتظاهرين مو ضدهم بالعكس احنا المتظاهرين واحنا الشعب واحنا اصحاب الشهداء واحنا اصحاب الدم. يعني الان السيد مقتدى يدعو جميع اعضاء التيار الصدري للنزول الى التظاهرات لا لا لو لا انه مراقبه ما لا يحدث لا الان لا ماكو دعوه صريحه بالنزول الى التظاهر لكن ما قال لحد ينزل يعني ينزل ينزل اللي يريد ينزل ينزل ما قال انه لا تنزل لكن قال انا داعم للمتظاهرين و مساند للمتظاهرين وأنطى بيانات وتغريدات واضحة لدعم هؤلاء لا تركبوا الموجة هاي الصراحة اللي يعرفها عليك سيد حاكم كلمة بها اتجاهين من الذي يدعو لا تركبوا الموجة في قسم منها في إشارة لكم هل لأنه هناك أطراف تريد إبعادكم عن التظاهر حتى يحلو لها أم أن هنالك أطراف تشجع على أن تكونوا في التظاهرات لأن الكثير يعتبرونكم أنتم صمامات أمام في ذا ما حدث شيء بالتظاهرات نعم أستاذ نجيم أي واحد يتكلم على الموجة فنحن الموجة ونحن البحر وأي واحد يزايد علينا فهو يعلم جيدا ما أنتم الموجة وأنتم البحر نعم التيار الصدري معروف بتظاهراته إحنا بدينا التظاهر عندما دخل الاحتلال واستاذ نجم بعدك انت شاهد على العصر وانا وياك كنا مواكبين هذه نعم. احنا اللي تظاهرنا ونمنا امام الدبابات ابنائنا وصور موجوده والدبابات وصلت سحقت على جثث كثير من الشهداء في حي العامل اذا تتذكرها والبياع ومدينه الصدر منطقتي يعني منطقتك وانا صورتها وانت صورتها وموجوده الصور اللي نايمين اللي اتحدى واحد ينام جوا الدبابه والدبابه الامريكيه والعنجهيه الامريكيه ناموا جوا الدبابه ومنعوا هاي وحده من التظاهرات وتظاهرات الحوزه وانت المفاوض بتظاهرات الحوزه من قلقه وجريده الحوزه وتظاهرنا من مدينه الصدر بدايه التظاهره من جامع الحكمه اتذكره الى بدايتها ونهايتها في جامع الفردوس تظاهرات مليونين واتحدى واحد يطلع ألف متظاهر قبال مليون متظاهر صدري جيب. نطلع بتظاهراتنا فأي موجة وأي بحر غيرنا أكو غيرنا يمتلك هذا العدد الظاهروا المدنيين وانت قريب على المدنيين الظاهروا 300 والدولة حجزتهم وضربتهم واحتدت عليهم وإحنا حميناهم وصاحوا تلاحقونا ترى احنا ناس أقلية وفقراء ومساكين ونطالب حقوقنا حلوة مال أقلية ومساكين اي حقيقة 300 وطوقناهم وتظاهرنا و بعد هطينا شهداء وياهم ودخلنا للخضراء واحتصم نفس السيد الصدر في داخل المنطقة الخضراء لكن عندما تقول لي أنت ما كل شيء تنفذ أكيد راح تسأل هذا السؤال ما تنفذت صح ما تنفذت أنا دخلنا بحكومة اللعبة المالكي وعندنا 6 وزارات لكن من شفنا حكومة المالكي ما نفذت وعود الشعب انسحبنا منهم دخلنا بحكومة العبادة وعندنا 3 وزارات وشفنا العبادة ما نفذ لكن بسؤال عربي اذا تسمح لي انسحبنا بهاي الحكومه ما عندنا ولا وزير انت ليش تعتبرني انا اركب موجه احنا اساس التظاهر احنا اساس الشهداء ابنائنا اليوم بهاي التظاهره 3/4 الشهداء والجرحى ابنائنا صدريه اذا ما انا يجي واحد ورا الكيبورد ويدير من خارج العراق والله لا تركبوا الموجه او لا اخلي المتظاهرين يقتلوهم مثلا أخلي جهات خارجية تستهدفهم وتقتلهم وتحرق دوائر الدولة إحنا راح نحمي أكيد وجود التيار الصدري إذا دخل يحمي المتظاهرين ويضغط على الحكومة بحيث يجبر الحكومة على تنفيذ مطالب الشعب تحت عنوان الشعب وعنوان مقتدى الصدر عنوان الشعب وعنوان مقتدى الصدر على رأسي هذا العنوان لكن الصفة التي ستكونون بها بالتظاهر الآن لو يقول لك يا بسراي السلام راح تؤدي هذا الواجب ما له علاقة أنا أترك التقديرات للقوى السياسية والقادة الأمنيين لكن سراي السلام شنو وصفها الأمني هل هي جزء من الحشد راح تنزل لحماية المنشآت والدوائر والمتظاهرين فيما إذا تعرضوا للقمع
شنو وصفها الأمني؟ قوات حشد؟ اسمعني، هو أولا ماكو أمر لسرايا السلام تنزل، ماكو أمر، أكو تهيئة، أكو أمر للتهيئة والتأهب، وجزء من سرايا السلام الآن هو في الحشد الشعبي، لكن أكيد إحنا عندنا عدد كبير من المقاتلين والأسلحة ومخازن الأسلحة، وهؤلاء يعني ناس منضبطين يأتمرون بأوامر سماحة السيد مقتدى الصدر. دخولهم هم ما يدخلون ويا المتظاهرين ولا يدخلون، لكن إذا كان احتداء وكان هناك أكيد تهديد للمتظاهرين السلميين وقتل، بالتأكيد يحتاجون إلى حماية. زين، وقفني عند عبارتك لديكم أعتدى ولديكم أسلحة ولديكم جيش تأتمر بأمر السيد مقتدى الصدر، يعني ما معنى هذا؟ هل أنتم لا احنا مو دولة، لا تسويني ساد نجم، احنا الكل يعرف، الكل يعرف السيد مقتدى الصدر شخصية وطنية. أي كل الأحداث اللي انت حكيتها السيد مقتدى الصدر مع الشعب، لكن وجود هذه الأسلحة والتي تأتمر بأمر السيد مقتدى الصدر، احنا مو عندنا حشد، مو عندنا سرايب الحشد، مو احنا يعني تدري احنا قاتلنا الأمريكان واحنا قوة لا ينكر هذا محتبرة، عندنا كان جيش الإمام المهدي وبراها سرايا السلام، فبالتأكيد عندنا عدد كبير من المقاتلين، وهؤلاء الآن مجمد عملهم، فقط لدينا لواءين أو ثلاث لواءين في الحشد الشعبي 313 يعني أنتم تزدادون فعالية في وقت الأزمات؟ إذا كان هناك تهديد، فالشعب العراقي كله مسلح، إذا كان تهديد، إذا كان هناك جهات تريد تستثمر وتخلط الأوراق وتقتل الناس وتحدث فتنة طائفية في البلد، فبالتأكيد احنا اولى بحمايه البلد. اليوم روح لاي دوله، روح لهاي الدول المتطوره سويسرا والمانيا، وجنابك مسافر، المواطن جزء من المنظومه الامنيه، المواطن اذا كان هناك اي خلل يشوف شيء مشبوه، اول المواطن يبدا يتصل ويبلغ ويحاسب، المواطن جزء من المنظومه الامنيه. قبل استرسل بالاسئله، من الذي لا يريدكم في التظاهرات؟ يعني اكيد الجهات المشبوهه، الجهات التي لديها أجندات خاصة، التي تأتمر بأوامر السفارات ودول الخارج، التي تأتمر بالوكالات الاستخبارية، التي لا تريد الخير للعراق، بالتأكيد لا تحتاج أن يكون هناك صمام أمان يسيطر ويحمي المتظاهرين ويزيد من هناك من يريد أن يزيد من الفوضى والتخريب والحرق، وكذلك أنه لا تنفذ مطالب المتظاهرين، لأنه الدولة ممكن تقمع المتظاهرين، وشفناها التظاهرات كانت في ساحة التحرير، نقلوها من ساحة التحرير إلى ساحة الطيران، نقلوها من ساحة الطيران عبروها إلى مول النخيل، ومن مول النخيل خلوها في مدينة الصدر، مدينة الصدر مدينة شعبية مكتظة بالسكان، وبدل الرمي العشوائي والاستهداف والقنص، وتم قتل واستشهاد أكثر من بس بالمدينة 60 جريح، وأكثر من 3,000-4,000 جريح، 60 شهيد و 4,000 جريح في المدينة، وبعضهم أطفال، لأن أنت تعزلهم من منطقة سكنية، منطقة آمنة، أنت المفروض تخليهم بساحة التحرير، ما توديهم منطقة سكنية. ثم هناك أكو فوج فض الشغف في ساحة التحرير، مدرب على الغازات المسيلة للدموع، لديه عجلات خاصة بالماء، يعني خراطيم المياه، عدة أساليب يستخدمها في فض الشغف. دولة وديتهم إلى لواء 145 جيش عراقي، عدة بندقية وعدة بي كي سي، خليته يتعامل وياهم بالسلاح الحي وبالعتاد الحي، بالنتيجة خطأ في أداء الحكومة أو الأداء العسكري. ثانيا، أنت من وين وكالاتك الاستخبارية؟ وين عملك؟ ليش ما كشفت هذه الناس المدسين؟ بعدين حتى التقرير من خرج، احنا عمنا ما جاوب هسه رجع على التقرير، بس خليني اكمل وياك ذني. يعني انت تعبير جميل، نحن صمامات امان. هل تريد ان تصل رساله ضمنيه وعلنيه عندما نكون معكم في التظاهرات، او نكون قريبين منكم، او ستكون يدنا ممدوده في التظاهرات، ستكونون في مأمن، واذا خرجنا فقد تتكرر الصوره السابقه؟ هذا الواقع. انت شفت كل تظاهراتنا صارت، اعطينا شهداء بس مو بهذا العدد، ما اعطينا 149 شهيد ولا اعطينا 6,000 جريح. اليوم مجزره حقيقيه، ما معقوله ان تزيد الدماء وتزيد هاي المعاناه والارامل والايتام، واغلبهم شباب عزل اطفال، يعني ما معقوله انه ثم انا ما انطي رساله للمتظاهرين، المتظاهرين هم ابنائنا، هم اللي طالبوا بدخول التيار الصدري، هم اكو عندنا فيديوهات و
يعني تسجيلات واضحة أبناء يعني اللي يظاهرون يناشدون السيد مقتدى الصدر أن يحميهم أن ينزل تظاهرات، وأنا متواصل مع المتظاهرين، تليفوني موجود أستاذ نجم وتليفوني مسجل يعني مسجلين الأخوة. أنا مجربك إذا تسمح لي تليفوني، لا أريد أبين لك تليفوني تسجيلاته واضحة ويمن معروفة يمن تليفونك وتليفوني وتليفوني واي ناس مسجلين مراقب ومسجل الصوت واضح يعني ما يحتاج يراقبوننا طبعا مراقب تليفوناتنا ها والتسجيلات عندهم يتصلون بيه المتظاهرين يتصلون بيه الحقونا قتلونا كذا ويتصلون بيه الأجهزة الأمنية بالمناسبة قائد عمليات وقائد الشرطة وقائد ومدير الاستخبارات كلهم يتصلون بيه والأمن الوطني كلهم يتصلون بيه سيدنا الدخلوا الطرفين يتدخلون ويناشدوني أن أوصل رسالة إلى سماحة السيد الصدر على أن يتدخل وصلت رسائل بالمناسبة أنه يتدخل السيد الصدر يحمي الناس لأن هاي فتنة كبيرة دماء يعني طاهرة جاي تنزف أنا يجيني واحد على الكيبورد ينظر أو يعني فضائية معينة تتكلم لا تركب الموجة هذا ما له علاقة بي بس أنا لما أبنائنا أنا بس هنا إذا تسمح لي ولد والله العظيم ذولا حماية أسهل موجودين بالبار أبنائهم متظاهرين وعدهم شهداء وجرحى ابنه هو وياي بحمايتي وابنه يتظاهر كل احنا ولدنا بالتظاهر اذا انا من اتكلم ابنك يريد التيار الصدري ويريد مقتدى الصدر حتى يحميه لكن اما يجيني واحد من خارج العراق او من دوله معينه ويقول لا تركب الموجه هذا طبعا ما يريد لان هذا يريد يستثمر التضحيات يريد يستثمر الدماء لانه ورا ما ذول الشباب يستشهدون ورا ما يصير فوضى هو يجي راح يركب الموجة وهو يستثمر لأن يحرق يعني الأول من أيضا من المؤمنين بأن هناك نظرية مؤامرة وهناك يد خارجية بالتأكيد أكو التظاهر حق التظاهر حق كبلد دستور المتظاهرين لهم حق بالتظاهر لأنه بطالة وحرمان لكن السؤال بصيغة هناك من يحاول يركب هذه الموجة مال التظاهر ركوب الموجة حالة النقمة والعوز والاحتياج والجوع اللي موجودة بالشارع العراقي لا يمكن أن ينكرها أي رئيس الآن موجود أكيد. استثمرت خارجيا في تأجيج الأوضاع يعني هناك من يحاول يستثمرها يحاول. أنتم الآن يعني بكل التوصيفات التي قلت عنها بالتظاهرات ومقاومة الاحتلال وكذا كلها كانت حقيقة وتناقشنا بها كأصدقاء وتناقشنا بها على الجو لكن لم تأتي ولا مرة واحدة كما أتت هذه المرة بالنتائج كنتم تتظاهرون كانت لديكم أعداد كانت لديكم قدرة كانت لديكم قيادة لكن لم تأتوا بنتائج كالتي جاء بها شباب اليوم صح أولا يعني تدري أنت تراكم وحتى وذولا يعني تراكم آلام ومعاناة وحرمان وتهميش وذولا أكثرهم شباب المشكلة بهاي التظاهرة الحكومة سابقا التظاهرات تعرف قيادتها وتتفاوض وتتكلم وتطي وعود من تطي وعود انه راح ننفذ بعد شهر بعد شهرين لكن الحقيقه اكثر نعم. الحكومات تكذب بالوعود هاي التظاهره ما كان لها قياده ما كان لها جهه اكو قيادات تتحرك من جو لجو بس لا ما عالنا عن نفسها ما بين انه احنا القياده واحنا المتصدين وحتى من اعلنا وبعض الجهات وبعض المدونين المتظاهرين قال لهم انتم ما تمثلونا ولا لكم علاقه بينا وهذا كان اجمل رد هذا هو هذا وانا من شفت بعض اللي اجى المجلس النواب وحضر على انه 100 شخصيه حضروا على انه يمثلون المتظاهرين كل المتظاهرين قالوا ذولا ما يمثلونا بعضهم معممين رجال كبار سن ملتحين وشيء ما عندهم شاب عمره 25 او عمره 16 او 17 متظاهرين اعمارهم من 15 الى 25 من 15 الى 25 ما شفنا ولا شاب وبعضهم طبعا انا حكيتها قلت اغلبهم مداحين يمدحون رئيس مجلس النواب يمدحون فلان واغلبهم يعني مطالب شخصيه ما تخص المطالب الناس يعني العامه ولذلك ما نجحت كلامهم من راحه ما هدأوا التظاهره على انه ذولا من يروحون راح تهدأ من راحه وراح اطوا شهداء واطوا جرحى وموقفة التظاهرات أنتم الآن هل تدعمون هذا الجيل الشباب الآن الناهض يعني هذا الجيل مختلف عنك وعني هذا ثقافته مو كلاسيكية هذا مو منغلق هذا مو ابن طبقة سياسية هذا مو بعثي ذولا حتى مو إسلاميين ثلاثة أرباعهم شباب ذولا احنا نسميهم أولاد النت
أولاد العالم الجديد، ذولا اللي من ينقطع عنا النت أقطع عنا العشرة تقطع عنا النت. الآن هاي الطاقة الشبابية الموجودة كيف يمكن ومن يتمكن أن يستوعبها، أن يغذيها، أن يستفاد منها، وأن يجعلها محركات فاعلة باتجاه الإصلاح باتجاه بناء منهجية سياسية دمرت البلد؟ شلون؟ هذه مو مهمة الأحزاب ولا مهمة التيارات ولا مهمتنا حتى احنا، هاي مهمة الحكومة. الحكومة أنا قلت لك عندنا وزارات، وزارة العمل، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وزارة يعني التربية، التعليم، هذا يجب أن تضع مناهج محددة ومناهج معينة ومختصة، والحكومة كذلك تضع جدولة معينة. اليوم أنت واحد عجبني أنه يقول إحنا نخرج عاطلين عن العمل، جامعات اليوم تخرج عاطلين عن العمل، يعني كثير من الخريجين ما يلقى العمل، مهندس ووصلت الحد طبيب ما يتعين، والحد صيدلي ما يتعين. إذن القضية يعني أكو إهمال، أكو عدم وجود استراتيج أو عمل منظم لمعالجة هؤلاء. هؤلاء الشباب اليوم انت أكثرهم ماكو لا متابعة ولا مراقبة ولا محاسبة ولا وعاي فيهم. زين انت يعني حتى قضية النت، وانت تكلمت لي عن النت، انا مرات احكي لأطفالي اقول لهم احنا كنا في فترة من الفترات يعني مرات يقول للصبح صراحة، وهذا دمار، انا عندي 2 بالسادس، يعني عانيت الى ان خليتهم ينجحون، عانيت معاناة، مدرسين خصوصي واقف وياهم مقعد. احنا كنا استاذ نجم كل زين تدري التلفزيون الساعة 12 يعزل ما يبقى، ويفتح بالعشرة الصبح، هاي نحكيها يجوز ذولا اللي بالألفين ما يدرون ما يعرفون. من احكي لهم الاطفالي صغار اقول لهم بالعشرة يلا يفتح التلفزيون، وب12 يعزل. اليوم شوف التلفزيونات، شوف اكو دول تتبرع لنا، طبعا نشكرهم، انا من خلالك اتبرع لهاي الدول اللي تتبرع لنا تسوي لنا فضائيه باسم العراق وتبث للعراق، تبث هذه السموم للعراق. انا مشكرهم حتى لا شكر يعني باتجاه غير اتجاه، تتبرع فضائيه للعراق تصور وتبث برامجها من هذه الدول حتى تعطي هاي السموم والبرامج المدسوسه. كان عندنا رقابه بالتلفزيون بالمناسبه، اكو لقطات خاصه بالافلام والمسلسلات خادشة للأحياء ما كان تطلع بالبيت والعائلة، ولذلك العوائل حتى بعضهم يكتب مرات يقول الزمن الجميل. فعلا أكو أشياء، أكو تقاليد، ذلك هذا جيل مدني، مدني على عين وراسي، بس إذا أكو من لازم يرعاه، لازم هذا جيل تهتم به، يجب أن تخلق بينك وبينه لغة مشتركة. إذا لازم تهتم به ساد نجم، لازم الدولة واجبها ومهمتها. أنت حتى دول الخارج هواكو دول مو هذا الانفتاح مثل ما أشوف، صح ديمقراطية صح أكو أمور، بس أكو أشياء لازم أنا أهتم، أكو هواي، أكو الآن أختصر لك حتى تفوت لي لا تخلي غيرك يشتريه. شلون تمنع هذا؟ مو أنا أفهم وأعرف وأدرك هذه قضايا أمنية ما أردحكي بيها، لكن أنا أردحكي بالجانب اللي يهم وليدك ووليدي صح. وشبابنا هاي الطاقات شلون تحصنوهم من الانزلاق بالخطأ؟ شلون تدعموهم؟ خلوهم ثوار يا أخي، ما عندنا خلوهم ثوار بالشارع، خلي يصيرون زلم. اقول لك هو شوف احكي لك سعد نجم، انا حاكي على المخدرات هسه اجيب لك، وحاكي على الروليت هواي، وعلى اساس افتح حلقات وياك انا بالروليت والقمار. ليش دخلونا الروليت؟ ليش دخلونا القمار؟ سالت انت منو حرر المناطق؟ منو قاتل وقاتل داعش؟ هو مو كبار السن، مع احترامي لهم، منو؟ كلهم اعمارهم من 17 18 19 شباب، لان انت امكانيه الرجل الكبير تلقى بيه سكر وضغط ولا يقدر يركض ولا يقدر يرمي ولا يقدر يصمد، يبقى له يمكن يوم كامل ما ياكل وما يشرب ويقاتل ذول الجنود والحشد والهذه. ومن قاتل اجوا هسه جابونا المخدرات لهو ذول هواي شرائح من المجتمع الان وصلوها الطالب الاعداديه والمتوسطه والكليات. المخدرات هو عشوائي جابوها للعراق، عشوائي يركزون على مدينة الصدر بالمخدرات، لأن منبع الشهداء والجرحى، منبع المقاتلين، منبع الطاقات مدينة الصدر، ولذلك يضخون ببلاش مخدرات. تعرف قضية المخدرات لما انفتحت مثل قضية الوظائف والفلوس لما طلعت هسه، لما تحتتم الخلافات تظهر هذا الغسيل القذر على الجو وعلى الفضاء وعلى الإعلام وعلى الكذا، لأن قوة سياسية تتضارب مصالحها. ليش ما تفهمون لحظة نفس هذا الجيل اللي أنقذ حكومتكم ورجع المناطق الأهلها، واليوم أنتم ما اشتغلتوا عدل، نفس الجيل إجاكم اليوم،
ليش ما ليش اكو قوى ما تريد تفهم لو هي 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 سودها غباء؟ احنا المفروض نعتبر ويكون درس الان واجب ومهمه الحكومه ما تعطي مجال للاحزاب بالتدخل بعملها. برنامج حكومه حقيقي، برنامج يضع كل وزير ضمن واجباته ومهامه، اذا وزير ما اشتغل يجب على رئيس الوزراء علني يقول هذا الوزير اشتغل الحزبه، هذا الوزير ما اشتغل صح، هذا الوزير ما نفذ مشاريع الادويه والصحه والنقل والاسكان والزراعه والتربيه والتعليم، ويجب ان يعلن ويكون يجابه بشكل صريح وعلني وما يخشى من الاحزاب. بعدين الامن يجب ان يجيب ناس مختصين بالامن، يجب ان يجيب خاصه بالوكالات الامنيه والاستخباريه، الامن الوطني والمخابرات وغيرها، ناس مختصين سواء على راس الجهاز او في المديريات العامه. اليوم هواي من ذول الناس تعينوا بعلاقات جانبيه ما يفقه بالامن ولا العلاقه علاقه بالامن، وتم تعيينه مدير عام ووكيل وغيره. اذا احنا شلون نحصن الناس اذا اجهزتنا الامنيه مخترقه وما تعمل بشكل جيد؟ ولذلك ما نستغرب ان تكون القناص يقتل الجندي ويقتل المتظاهر لانه ما عنده مكاشف، والتقرير ما كشف لهذا الشيء. كذلك انت شلون انت اذا الوزارات ما تعمل بالشكل الايجابي والشكل الصحيح، شلون تستوعب الخريجين؟ شلون تستوعب العاطلين على العمل؟ شلون تشغلهم؟ شلون تعينهم؟ قبل انا افوت بالتقرير، عندي سؤال اخير بهاي القضايا، هذا الجدل بيني وبينك انا مفتقده ومتعود عليه وياك. يعني انتم الان البعض يشعر أنكم في منطقة رمادية غير محسومين تماما، أنتم الآن من جاء بالسيد عبد العادل عبد المهدي، من دعم السيد عادل عبد المهدي، آلت النتائج إلى ما آلت إليه هذه اللحظة، شعب يخرج على حكومة عادل عبد المهدي، أنتم تقولون نحن متظاهرون ومطالبون ونضم صوتنا إلى صوت الناس، هل أنتم مع التظاهرات ومع الحكومة؟ هل بعد رجل هنا ورجل هناك؟ لو أنتم محسومين هاي هم من وراء الكيبورد؟ لا ليش ساد نجم، احنا جبنا عادل عبد المهدي، حالنا حال الكتل اللي صوتت على عادل عبد المهدي. انتو كتل كيف تتحمل المسؤوليه؟ تحملنا ما يخالف، أيه. بس مو كلها صوتت على عادل عبد المهدي وكلها ايدت عادل عبد المهدي باعتباره مستقل. لا في هذا البرنامج قالوها كثيرين، قالوا ما لنا علاقه. زين ما يخالف، ما لنا علاقه، ما يخالف. الان انتم في سؤال، ما يخالف ما يخالف، انا اجي وياك طلع الفيلم مال التصوير. زين تصويت داخل مجلس النواب وشوف لي يا حزب ويا كتله ما صوت العادل عبد المهدي. خلنا قال فرض علينا وانحرجنا ما بالوقت. ما ما ماكو سيف عليهم. انا بقول لك اسئله. قال انا قال اذا انت ما تعي واجبك ومهمتك وتصوت بكيفك شنو فرض عليكم؟ زين غصب، هو منو جبر علي؟ يعني من شال سيف على فلان الفلاني المستقل الان يداعي بالديمقراطيه وماكو محاصصه؟ ليش صوت العادل عبد المهدي؟ صوتنا مثل ما صوتنا للمالكي وعادل وقبلها العبادي علاوي والعبادي، وصوتنا العادل عبد المهدي. احنا قلت لك دخلنا بحكومات ما اقتنعنا بحكومه، بعضها حاولنا نسحب الثقه وما نجح تماما. الان اسمعني، وحكومه العبادي احنا سحبنا وزرانا منها، وانت كل الزين تدري وكل العالم يدري، والناس تقاتل على معاون مدير عام ومدير قسم، الان يتقاتلون حتى يحصل له مدير قسم. زين واحنا انسحبنا ما اخذنا وزاره، وهاي الحكومه ما اخذنا بها ولا وزاره، ايدنا حكومه على ان الحكومه تنتج وتقدم. زي. ما جبنا حكومه احنا ما يعني مثلا كسول. الحكومه الان خرج عليها الشعب. الان الحكومه ما قدمت. زي. خرج عليها الشعب واحنا من ضمن الشعب خرج. زي. شنو رجل هنا ورجل هنا؟ احنا مع الشعب، شفنا الحكومه ما قدمت طلعنا قلنا هاي الحكومه ما قدمت، وسيد مقتدى طلب بشكل صريح ماشي. ان الحكومه تقدم استقالتها ويصار الى انتخابات الان. يعني مطلب الحكومه تقدم استقالتها، هذا مطلب سمحت السيد الصدر صح ولا لا؟ نعم. وان تكون هناك انتخابات قريبه باشراف اممي. زين شنو المشكله الان اذا ذهبت حكومه السيد عادل عبد المهدي، الفراغ الذي سيحصل من سيملأ الفراغات؟ وانتم تحذرون من مخطط خطير تدركونه تماما. يتفق الجميع على حكومة تصريف أعمال، وعلى رئيس الجمهورية يدعو البرلمان لحل نفسه، وفرض على البرلمان، فرض على البرلمان، لأن البرلمان ما يحل نفسه، ما يحل نفسه، لأنه بالتأكيد مكاسب ومغانم، ولحد الآن إحنا ببرطة وإحنا بحيرة وإحنا بمشكلة، باقي يومين أكو ما نعرف إيش راح يصير بالبلد. وين البرلمان؟ اجتماع البرلمان
اكو دعوه لاجتماع البرلمان، هو هذا برلمان باكر على اساس اكو جلسه، وين يلا خليه يجلسون، ما يجلسون، ما يجون خارج العراق ثرهم. ولذلك هذا اللي انت تتحدث عنه، احنا كنا بذيك لا اسمح لي بس بهاي المفرده، ثق بالله كنا نقاتل داعش، وانت كل تتذكر انا مو احكي بكيفي، كنا نروح للمعارك نحضر بآمرلي وبسامر وبالموصل أنا لا من سيدي. إذا تسمح لي وأنت وياي تذكر وياك بالتليفون، كنا نروح للمعارك ونرجع نعقد جلسة وتتداخلك على الهواء بالتليفون رحم الله والدك. هسا أخو ما أحكي بك، لا لا أنا بس إذا تسمح لي بس هاي الفقرة، وشرعت 23 قانون من أهم القوانين في لجنة الأمن والدفاع. تعال خلي البرلمان كله ما مشرع لي يمكن قانونين ثلاثة، 23 قانون نقاتل داعش ونرجع نشرع ونرجع نحضر اجتماع، ولا اطينا الى لجنه الامن والدفاع ولا عطله تشريعيه، ما اخذنا عطله تشريعيه. وهذا الذي اليوم هسه قاعدين ماكو، اليوم كلهم خارج العراق ما يجون الولد، هذا اللي يخليني انا اقلق من المطلب. اذا ما هي الصمامات فيما اذا ذهبنا الى هذه الخيارات؟ انت الان تشخص انه البرلمان في حاله استرخاء، ما الذي يضمن انه اذا ذهبنا الى حكومه تصريف اعمال او الى حكومه انقاذ وطني انه هذه القوى السياسيه لا تؤجج الصراع باتجاهات أخرى، التدخلات الأقليمية، التدخلات الدولية؟ يعني الصمام موجود، صمام الأمان اللي هو السيد مقتدى الصدر والشارع العراقي، ماكو غيره. أنا أحكي لك مو عن يعني لا أنا وسأل غيري، مو تسنان، أنا مو لأنه من التيار بس أحكي بتجرد صراحة. ثق ما الشباب يمددوننا بعد شوية وقت، والله أنا بأحكي لك من الحصاد يا شباب. أستاذ نجم أنا أحكي لك، ماكو منجا ولا مأوى ولا حل لهذه الحكومة والمأزق اللي مر به، يبقى الفساد وتبقى الناس غرقانة سكارة وما هم بالسكارة، ما يشعرون إلا أن يجيهم الموت، يدركهم الموت، وبالنتيجة ماكو حل إذا ما يكون هناك تدخل بالشعب وتحت رعاية سماحة السيد الصدر، ويضغط على الحكومة على تنفيذ ما يريد الشعب العراقي. ما بيهم. خليني أكون صريع. سيد مقتدى صار سنوات يضغط على الحكومة لم يأخذ منها شيئا يا سيد حاكم، سنوات لا طويلة لا. يضغط يعني لا أنكر ولا عراقي ينكر بالداخل والخارج، ولن يمر في تاريخ العراق السياسي زعيما دينيا أو سياسيا لديه قاعدة كالقاعدة التي يمتلكها سماحة السيد مقتدى الصدر، لكن لم يأخذ من الحكومات شيء. بس أقول لك هسه أحكي لك يا بجل فيه، يزهد في المناصب، انسحبوا من البرلمان وطلعوا من الوزارات. يعني هذه مو وسائل ضغط، مو نعم. وسائل يعني جزء من صمامات أمان. أنت ما لي حقق له شيء، فرد واحد يحقق لك كل شيء، وهو ما يملك جزء، هو ما يملك كل شيء. وأنت هو إذا تسمح لي بالبرلمان هسه أقصى شيء وصلنا له 54 نائب. ما نقدر إحنا اليوم نشرع قانون ونصوت على قانون يحتاج لنا 166. هذا القانون إذا ما 166 ما نقدر نصوت يعني ننجز القانون، ولا نقدر يعني نسحب الثقة من وزير إذا مو عند 166 نائب. إحنا عند 54 نائب عند السيد الصدر مثلاً، تقول سائرون دولة أخي، يحتاج قوة أخرى تترك مصالحها وتترك منافعها وتتفق مع سماحة السيد الصدر ومع المتظاهرين ومع الشعب العراقي على انه خلال هاي الفتره احنا ماكو مغانم ماكو مكاسب، خلينا نعدل مجتمعنا، خلينا نعدل ناسنا، خلينا نقدم لهاي الناس، لان هاي الناس ما عاد تتحمل، بعد ما تقدر تتحمل، لان هذا عاطل ما يمتلك اليوم 1000 دينار ما عنده يا اخي، ثورة جياع يعني، هذا جوعان يعني. ثق بالله انا البارحه بمدينه الصدساد نجم، ثق بالله تبكي يعني بنيه طفله عمرها 12 سنه، شابه جميله كلش، وجاي تفتر على اهل التاكسي وعلى ذولا تمسح، هاي شايف الذب مي وتمسح بالهاي مالته، يعطيها 1000 دينار وما حد يعطيها، وبعضهم يتحارش بيها، بعضهم يسمعها كلام مو طيب، اكو ناس يعني ناس قلبك يعني يدمه، واطفال يعني هذول المفروض انا هم دعوة الاخ وزير العمل باعتبار مهمته واجبه، كلهم ذولا اجمعهم، كلهم روح افتر على الترافيك لايت على الساحات، وجيب ذول اللي ما عندهم عمل وقعدهم اويهم، يجوز ولد شهداء، وثق بالله احكي لك كم بعد اخرى يعني تعلمي. نعم. يعني خابرتني مرت شهيد قبل كم يوم، ابنها لازمي ماخذي، الله شاهد احكيك يا بتجرد، مرت شهيد. نعم. خابرت قالت ابني بالسجن بمركز شرطه السعدون، وتعاركوا الشرطه انا واتصالوا يسمعوني الشرطه، اتصلوا يعني بعضهم مع الأسف مفسد يريد إلا 100,000 دينار يلا يطلع، لزموه بالترافيك جدي ويبيع كلينس، هم مو جدي يبيع كلينس، ولزموه وذب القاضي المؤسف القضاء
ذاب شهر سجن، وأنا عندي كل الأوراق، شهر سجن ذب بال هذه، وطلع طلع ما طلعوا إلا 100,000 دينار. خابرت الضابط قلت له بابا طلعوه، ولك هذا صار له شهر مسجون، وحاولت أطلعه بس قرار قاضي يبيع كلينس بالشارع ويجدي، وهذا هاي قرارات أي وها عائلة شهيد، عائلة شهيد يسعد الله، لا يليق وبالشهيد هذا، ولذلك يطلعون. لا انا بقى الوقت دا ياخذني ودا يعني اتوسم بالاداره ان يمددوننا وقت، لان انا اعرف طلايب وياك. التقرير الحكومي عندما قراته، هل وجدت ان الحكومه كانت حره في كتابه هذا التقرير، ام انها كانت في كل مره مثل كل مره تخضع لضغوطات حزبيه؟ لا انا اتصلت ببعض الاخوه المارد اقول ضباط ومسؤولين وهذا عن التقرير، قالوا احنا كتبنا شيء بس مو كل شيء اللي نكتبه، مو كل شيء نقدر نحكي، اكو اشياء ضغوط، اكو اشياء صح واكو اشياء غلط. انت على سبيل المثال هسه انا اليوم شفت فيلمين، واحد القائد شرطة النجف واحد قائد شرطة الكوت ينادون بنداء صريح انه لا عدم استخدام العتاد الحي، وسيتم محاسبة كل من يستخدم العتاد الحي، وهاي تسجيلات قديمة مو جديدة. دول اثنين هم تم اقالتهم. الاقالة استاذ نجم، انا ضابط واني يعني ضابط يعني مهني ومشتغل بالمؤسسة الأمنية، وأنا رئيس لجنة أمن الدفاع وأعرف القوانين العسكرية. الإحالة أو الإحفاء مو يعني ما تعتبر عقوبة. بعدين إحنا عندنا عدد من الشهداء والجرحى، وين القناص؟ والتقرير بيه قناص، منو قتل ذوله؟ هذا بالقيلاني، بالقيلاني التقرير يقول ما قريته، هذا قناص بالقيلاني، بالقيلاني. زين أنت عدي استخبارات وعدي من وطني وعدي مخابرات وعدي زين، وين ما قدرنا نكشف القناص؟ شلون راح نكشف مؤامرة؟ قناص واحد، القناصين اللي كتلة 149 واحد، ما إذا ما نكشف قناص، ما نكشف مندس، شلون نبني دولة؟ شلون نحسن المواطن؟ أنت شلون أحسنك أنت كمواطن؟ عليك تجسس، تليفونك مراقب، يراقبوك جهات ووكالات، عليك ابتزاز، أكو ناس لقوا هسه أحكي لك قضية، أكو يبتزون أطباء، هو عنده حكر يعني أحكي قول. لزمه واحد معمم هسه موجود بأحد الأجهزة الأمنية، معمم بعد غير نصلي وراه، يبتز يخابر الطبيب الفلاني، يختار السنة، هذا خلنا نحكيها هسه بالقلم العريض قلتها، لأنه يعني باعتبار أنه في منطقة يعني هذه كأنه ما عدا يدافع لواحد، لأن الشيعي يجوز وراه إلى منطقته اللي بيها نفوذ، إلى نفوذ وعنده قوة، عدة عشيرة وعشارة تقاتل، يختار السني، يختار المسيحي الطبيب الماهر، ويقول له أنا ابني سوى فحصت يمك، هذا فت 5-6 أطباء فحصت يمك وشخصت لي ورحت للهن ورحت لي مدري وين ورحت من وذبيت لي 150 مليون دينار عراقي من وراء التشخيص مالك الخاطئ. هو اجى صح، هو اجى ابنه عالج مر علي، ابنه مو مريض طبعا كذب، يمر علي ياخذ راجيته، وهاي راجيته مال ابني زين، يمر على هذا الطبيب، يمر على هذا المسيحي الاطباء والهذي، ويقول له انا طلع ابني من وراك راح انتلف وتاذى وتمرض وخسرت علي 150، لو تعطيني عمي 150 لو انت قوماني. شو يسوي هذا؟ يضطر يشيل فلوس العياده ويعطيه، لو يهاجر ينهزم. طبعا ورا ذولا شوف اللي كشفوهم الاجهزه الامنيه مشكوره بعض الامور خوش تشتغل، كشفوا جهه وراهم في منطقه امنه مرتبطه باسرائيل ثق بالله، احنا ممكن نتبع على اسرائيل بس مرتبطه، حتى يفرغون لك الكفاءات. اذا انت يفرغون منك الكفاءات، تليفونك مراقب، انت متابع، انت يعني غير نحتاج دوله ترعانا تحمينا، غير تحتاج من يحصنك من يحميك، اذا هي انت جايب لك ناس جهله بالامن ما يفتهم بالامن، شلون يحصنك؟ شلون يحمي الطبيب؟ شلون يحمي الضابط؟ شلون يحمي يعني الناس اللي تعمل؟ شلون يحمي الصحفي؟ شلون يحمي المدون؟ شلون؟ ماكو ناس. انت اشتغلت رئيس لجنه الامن والدفاع النيابيه، وانا اشتغلت مع الجميع وكنت اراقب من عام 2003 لحد انا الان، اشهد امام العراقيين بالملموس الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لديها كم هائل من المعلومات. أما الآن التقرير يضمن أنه هذا، وراح أعطيك أدلة وأنت راح تأيدني، أعتى عمليات القاعدة وداعش كم كشفها قبل أسابيع لو لا طبعا، لحد الدامي، ثلاثات دامي، تفجيرات الخارجية، عمليات تهريب السجون، صدق لو كذب، وإلى المختصين في وزارة الداخلية
والقادة الاستخباريون استخبارات. قبل جديد من ظهور داعش اكتشفتم راح يطلع تنظيم جديد اسمه داعش، واكو قيادات عراقية كانت تعمل مع الحكومة هي التي تشتغل مع داعش او راح تأتي بداعش. صح لو كذب؟ اكو تشخيص بس انت لا تقول لي ماكو معلومه ما اعرف القناص. اكو معلومه. لا تقول لي ما اعرف القناص. لا القناص انا احكي لك بس اكو. ولا تقول لي من الطبيب الاسلحه. اذا لازم اكو تحليل. اكو جرعه بالتقرير. لازم اكو تشخيص من بينت اكو خلل، لازم تقول الجهه الفلانيه او الشخص الفلاني او الضابط الفلاني او القائد الفلاني. اذا لمصلحه من اخفيت هذه المعلومات؟ ما اعرف. لا لازم تعرف، اكيد تعرف. ما اعرف. زين. البرلمان يقول أنه سيناقش التقرير الحكومي الذي ظهر، فيما إذا لو رفضه البرلمان. هو هذا هم خلل سيد نجم. أي. الخلل أنه البرلمان ما يقدر يعمل بحرية باعتبار من كتل متعددة. وبهم مستقل وبهم حزبي وبهم كذا. ما يصير آني اليوم المتهم بالقتل هو الحكومة صح؟ أي. أنا ما يصير أجيب الوزراء والمعنيين والمسؤولين اللي هم متهمين وأخليهم هم يديرون تقرير، بالتأكيد ما راح يطلعون بنتائج. سبق أقول لك هاي معلومات أمنية. لا اسمعني أخي، اللي يقوم كان المفروض يشكون معها مستقلين. اللي يقوم هذه هو البرلمان. واجب البرلمان أن يشكل لجنة ويتقصى الحقائق ويحيل هذه الحقائق إلى الحكومة. أقول لك وما تزعل مني. لا قل لي. من تحققت بسبايكر وحققت بسقوط الموصل؟ شو النتيجة؟ أي هاي مشكلتكم، لأن أنت تحكي ما تتابعونا بشكل صحيح. تابع لتقرير الموصل. أنا تقرير صار. اسمعني. غير أنا وياك. إذا وياي. هسه عندك نسخة. إيه؟ وعبد الرحمن الوزير عنده نسخة. وراحت الوزير الدفاع. وركبت وين وزير الدفاع؟ وين النتائج؟ هسه ماكو. بس جاوبني. أنا من أشخص وقدم تقرير وأدين. واكو غيرك يضمه. ما له علاقة، الحكومة مقصرة، شعلان. هو المهم أنا أدور على النتيجة. ماكو نتيجة. لا أنت أنا ما أتهمك أنت ما حققت، أنت حققت. لا أنا مهمتي غير، لازم تميز. مو هسه أنا هواي يقولوا لي ليش أنت ما مثلا ما دنت؟ يابا أنا دنت. يابا أنا شخصت وحللت وكتبت تقرير وقلت المدان فلان وفلان وفلان، بس أنا مو جهة. يعني انا ما يصير مثلا اروح اجيبهم واذبهم بالسجن، مو مهمتي، مو واجبي. ما يسمح للقانون. اتفق بها ما يسمح للقانون. بس انا لما نطل الحكومه والحكومه تقصر، لازم اليوم صار عندنا راي عام، عندنا شعب هو يضغط على الحكومه يقول لها لا تعالي نبذي هذه التوصيات. الحكومه بسبايكر قصرت، بالموصل قصرت. لا تقول ما يقول لك انا بدي اقول لك انتم حققتم. أيه؟ انا مطلع على التقرير وعندي نسخه من التقرير. أيه؟ وقلت لك راحت لوزاره الدفاع ولحقت التقرير. أيه؟ وزاره الدفاع وديتها رئيس الوزراء هذا كله عام. سيدنا انا مو انا ادري. أيه؟ بهاي التفاصيل. إذن. حتى الان لو البرلمان يحقق وتطيل الحكومه وشو الفائده؟ أيه؟ يعني احنا امام مشكله مركبه. اكو خلل بين الجهه التنفيذيه والتشريعيه. تعتقد الان القضيه بالشارع، هل الحكومة الآن مدركة تماما أن الذي يجري اليوم يختلف تماما عن الأمس؟ الآن أكو جيل شبابي مختلف يريد حل، وهاي المرة ما يسكت الجيل الشبابي، يجب أن يقابله حراكا حكوميا ونيابيا بما يتناسب مع هذا المستوى. يعني أكيد أستاذ نجم، إذا ما الحكومة تطور نفسها وتتابع وفعلا تحقق نتائج وتضع سقوف لي المتطلبات، ما اعتقد راح تقدر تلحق على نفسها. ما اعتقد الشعب يسكت، لانه صارت عندهم بعد شيء اخترقوا الحواجز واخترقوا الخطوط الحمراء، بعد ما عندهم شيء اسمه خوف. انت تدري رمي حي وقناص، هذا القناص الماهر اللي يعني بارع جدا في الاصابات بالرأس وبالصدر، وذول بصدور عارية ذاب قميصه ويتقدم يستشهد واحد و يتقدم الثاني صديقه يستشهد. إذن قضية خوف ماكو. تعرف هذا يقول لك أنا ميت. هو هذا يقول لك أنا ميت، لا أكل عندي لا شرب. يريد يباوع، هو عنده إنترنت يشوف. نعم. الناس السافر يشوف هاي البلدان متطورة، يشوف هاي بلدان الخليج عندهم نفط وعندهم واردات وعندهم تتوزع جزء من واردات النفط على المواطن، وهاي كلها واضحة اليوم بالسعودية وبالإمارات وبالكويت وبقطر وبتركيا وبهاي الدول وبإيران يشوفها بشكل سريع. أنا استفاد من خبرتك بالتعامل مع العسكر خلال الدورة السابقة. الآن أنت أعفيت قادات الشرطة، قيادات الشرطة وقيادات العمليات، هذا هسه خليتهم بمواجهة مع الناس عوائل الضحايا. اللي راح يجي راح يخاف يتردد يقبل بالمنصب، شلون راح يتعامل؟
يعني هاي مشكلة. يعني أنت الآن هل تدرك هذا أو لا تدرك؟ قالوا لك لو ما قالوا لك زين، ذول قيادات أمس كانوا موجودين، أنت اليوم عفيت، إحنا ما سامعين عفا، لا هو بريء ولا هو متهم. زين إذا هو بريء وأنت ما عندك لجنة تحقيقية باتهامه، أكو بالمناسبة ضابط ما عنده منصب، زين اسم لواء ركن محمد صبري ما عنده منصب، تم إعفاءه فخابرت قلت شلون تعفو، هذا ما عنده منصب، ما عنده، بس هو كان منسق للتظاهر يوقف وهذه وعنده مقبولية مو طبيعية. يعني زين هسه باكر واحد تجيبه قائد، زين هذا هم راح يخاف، ما يعرف يصير معه، ما يقدر، ما يقدر يشتغل. زين شلون شلون قد يكون هناك مندسين بالتظاهرة، قد يكون هناك ناس تحمل سلاح، بعد ما يقدر يتأمر، يعني شو يسوي؟ هي اكو خلل، انت المفروض مو هي عملية يعني قوشر وجيبوا ذب ببطن القوشر، يعني هذا هيك يعني ما مو شغل منظم صراحة، انه الإدانة من اساء ومن قتل يجب ان يحاسب ويحول للقضاء. جاوبني بصراحة قبل ان اختم، يعني هل هذا استهداف لقيادات الجيش؟ والله هي حتى هاي القضية اكيد يعني حتى نتوقف يعني الحقيقة، وبالتالي راح تربك المشهد. اليوم خلنا احكي لك، هو اجراءات الدولة وخطوات الدولة الغير صحيحة او الحكومة الغير صحيحة بالتأكيد احرجت الجيش. اليوم المؤسسة الامنية مثلا، اليوم قلت لك انا من نقلة والتظاهرة من ساحة التحرير الى مدينة الصدر، مدينة الصدر ماسكها الجيش العراقي، الجيش العراقي ما عنده يعني اسلحة او معدات لمكافحة الشغب، هاي واحدة من الاحراجات، من خليته يستخدم السلاح. انت اساليب مكافحة الشغب ما عندك، هسه يلا سووا لهم فرقة او قيادة لفض الشغب، دول يحتاج لهم تدريب. اكو خطوط استاذ نجم، يجب ان يكون الخط مثلا الناس بالخط الامامي كان يكونوا لابسين السترات البيضاء، وراهم السترة الصفراء، وراهم السترة الحمراء، اللي انه اللي يتجاوز اول مرة ابيض باعتبار سلام ويمنعه، ويستخدم مثلا غازات مسيلة للدموع، هراوي، الخراطم المياه، وبعدها إذا يتجاوز أكل خط الأصفر، وهذا ممكن أن يستخدم أساليب أشد من هذا، وبعدها الخطوط الحمراء اللي ما يجوز يتجاوزها المتظاهر السلمي. لذلك هم أكل خطوات رأسا، ذولا كلهم ما استخدموا الأساليب اللي خاصة والمتبعة والمدرب عليها المؤسسة الأمنية في فض الشغب، رأسا استخدموا السلاح الحي، وهذه مشكلة. وحتى استخدام الغازات المسيلة للدموع لها مسافة ولها حدود معينة، انت مو يصير مسافة عنك 3 مترات و 4 مترات و 5 مترات وتستخدمها تقتله ويختنق، وهاي نفسها ذا اكو ناس همينة دمرت وجوههم. هي تدول المشكلة سيدنا، المشكلة التظاهرات ليست بالتليوم، التظاهرات من 2010 انتو قمتوا بيها وصاروا وياك والمدنيين، وتظاهرات المفروض كل سنة نتعلم. ليش تتعلم؟ ليش تتعلم؟ زين تدري شلون؟ ليش تتعلم بس مروح الناس لما تقتلها؟ خلنا أقول لك شلون التعليم. اليوم انت عندك، شوف هاي هسه وزارة الداخلية يجيب لك، اليوم هذا مثل حماية منشآت، وهذا مكافحة مخدرات، وهذا غيرك تخصص ومدرب، وهذا دفاع مدني، ابو الدفاع المدني يروح لحماية المنشآت، حماية المنشآت يروح للدفاع المدني، ابو المخدرات ينقل للحدود، ابو الحدود يروح، ماكو ثبات مثل هذه قيادة دربتهم وهيئتهم وصار له 5-6 سنوات 7 سنوات بالمخدرات، تنقله عنده مخالف ينقله للحدود، هذا تنقله للشرطة الاتحادية، هذا تجيبه من الشرطة الاتحادية، ماكو توصيف وظيفي، اكو خلل. وقضية فلوس بالمناسبة، هذا اللي ينقل للحدود تدري يدفع فلوس يلا حتى يرجع، هذا خلل، ما متابع، ما حد يحاسب، ما حد يراقب، تعال انت نقلتهم ذولا تنقل للحدود للشرطة الاتحادية، مو انا مدربة على المخدرات ومدربة على مكافحة الشغب ومدربة على حماية منشآت ومدربة يعني او شرطة يعني محلية. سيدنا هل يعقل الان الشارع ملتهب والناس تعدي تظاهرات وما تعرف الامور وين ماشيه، القوى السياسيه من شغله لحد الان تتباحث على قضيه الدرجات الخاصه؟ والله هاي كارثه، ذاك كارثه، وهي الدرجات الخاصه ايش راح يجيبون بيها؟ يجيبون بيها مهني؟ شوف هسه راح تطلع لك اذا الله فض ومشت الامور بشكل طبيعي، شوف ايش راح يجيبون لك بالدرجات الخاصه، يجيبون من هذا الجهه ومن هذا الحزب والناس اللي ما عندهم خبره وما عندهم درايه، الامن ما يحتاج لازم خبره ودرايه، ما تجيب يعني واحد ما له علاقه بالامن. خلينا نمنح السيد عادل عبد المهدي فرصه اخيره ونراقبه هذه المره، اذا نجح احنا نتمنى، بس اعتقد يقدر ينجح بهذا الاداء وهذا، يعني يبدو الان الوضع مختلف، اذا ما يغير هذا الفريق
إذا حواشية ومكتبة وما يغير بعض الوزراء المتلكئين والمعرقلين والفاسدين. هناك وزراء معرقلين، هناك وزراء فاسدين، وهناك وزراء تابعين للأحزاب يأتمر بأمر الحزب، ما يأتمر بأمر وقتي، ما يأتمر يعني بأمر السيد عادل عبد المهدي. أنا أشكرك سيد حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في الدورة السابقة، شكرا لصراحتك. أشكرك. وشكرا لكم مشاهد التغيير، غدا لنا لقاء جديد.